ومشاهدينا الكرام، متابعتنا مستمرة لفعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي شهد حضوره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقا لهذه الفعاليات مع السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ودكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد كبير من الوزراء والمشاركين والوفود العربية والأفارقة. وهذا المنتدى من شأنه هو بحث دور الجامعات في تأهيل وإعداد الشباب للمستقبل، حيث أنه في ظل الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات المتغيرة في المتطلبات التكنولوجية والرقمنة والتحول إلى عالم تكنولوجيا، لابد من أن تنهض الجامعات بطلابها والباحثين المتخصصين في مجالات متعددة. من ثم سنتعرف من خلال المداخلات الهاتفية على أبرز توصيات هذا المؤتمر وأبرز ما جاء فيه. وينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم ومسؤول ملف التعليم والجامعات. يعني أستاذ رفعت، تحياتنا يا فندم. أهلا وسهلا. يعني اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار وأكد على دور الجامعات في تأهيل الشباب وإعدادهم الإعداد الكامل والكافي للتعامل مع المتغيرات في ظل متطلبات سوق العمل. يعني كيف ترى فعاليات اليوم ودور الجامعات أيضا؟ يعني يمكن الفعاليات بتاعت المنتدى النهاردة في الجزء الأول من أعماله كان تسير في اتجاهين. الاتجاه الأول كان رؤية المتحدثين ومدى استعداد الجامعات من الآن لمواجهة المستقبل وإعداد خريج الجامعات لهذا المستقبل في ظل وظائف كثيرة ستختفي ووظائف كثيرة ستظهر في سوق العمل وفي ظل الثورة الصناعية والتي يتم الاعتماد فيها على الآلة وعلى التكنولوجيا بشكل كبير. وهذا التوجه كان يحلق في أفاق مستقبلية وعايزة جهد كبير جدا وإعداد كبير جدا، وإشارة إلى أن خلال السنوات القليلة القادمة سيكون هناك تطور تكنولوجي هائل لابد أن نعد له بشكل جيد. لكن الجزء الآخر في المناقشات، وده اللي قدم صراحة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت كلمته أكثر من رائعة، فهو نعم اتفق تماما مع هذا التوجه، لكن لابد ننظر إلى أرض الواقع كرجل تنفيذي كما قال في بداية كلمته، وهو مستوى التعليم. وهنا كان موجه الكلمة بتاعته لممثلي 50 دولة إسلامية بتشلها الأسيسكو، منظمة الأسيسكو اللي بتنظم هذا الملتقى مع وزارة التعليم العالي. هل التعليم بتاعنا في هذه الدول ولم يتحرك؟ قال ممكن اتكلم على مصر كنموذج، انما عشان ما يبقاش كأن مقصود بها دول اخرى ثانيه ولا حاجه، يعد هذا الخريج لهذا المستقبل السريع، تطور في مجال التكنولوجيا وتوفير فرص عمل مختلفه تماما عن الواقع الحالي. طبعا اشار لا، يعني لا يعد، لان ليس لدينا التعليم الجيد والذي نتمناه لابنائنا من الطلاب ومستوى الدول نفسها. وبالتالي أشار إلى جهود الدولة المصرية وما تبذله الآن، لأن هل يجب أن احنا ننظر لنفسنا في تحديين اثنين أساسيين؟ نعم. تطوير التعليم والتكلفة الاقتصادية من ناحية ولابد أن تتوفر. نمرة اثنين، أن هناك فكر آخر في الجانب الثاني، فكر إرهابي، فكر متشدد يحاول أن يشد قاطرة تطوير التعليم إلى الخلف بهذه الأفكار المتشددة، ووجه نظر يعني نداء للعالم المتقدم. إذا كنت أنتوا بتتكلموا على حقوق الإنسان، برضو إحنا بنتكلم على حقوق الإنسان وحقه في التعليم الجيد، ساعدونا بأن ننقل تجارب الدول المتقدمة في مجال التعليم عشان نرقى إلى المستوى التعليمي الجيد. لأن قال إذا إحنا تأخرنا في ارتقاء هذا المستوى، التكنولوجيا الصناعية في مجالات مختلفة هتسبقنا بشكل كبير جدا. صحيح. ولهذا أكد على ضرورة الاهتمام بتوفير الاحتياجات المادية والاقتصادية وقدرة الدول، وخاصة 50 دولة قدرتها على تقديم تعليم جيد
وبالتالي خريج جيد يستطيع أن يتعامل مع التكنولوجيا الحديثة ومع الوظائف الجيدة، ونواجه الفكر المتطرف الذي لا يريدنا أن نتجه إلى هذا الاتجاه. نعم أستاذ رفعت، يعني في ظل المتغيرات العالمية والأوبئة اللي بدأت تحيط بالعالم وتفرض عليه تحديات جديدة وكثيرة، يعني ضمن هذه التحديات فيما يتعلق بمسألة التعليم هو التعليم عن بعد وتوظيف التكنولوجيا التوظيف المثالي، يعني كيف ترى قدرة مصر في التغلب على مثل هذه التحديات وما قطعته من أشواط في إعداد بنى تحتية مختلفة في هذا المجال؟ شوف حضرتك، احنا زينا زي دول العالم كله فوجئنا في جائحة كورونا، ويمكن احنا اوقفنا الدراسة عندنا في المدارس والجامعات بدءا من 15 مارس من العام الماضي زي بقية دول العالم كله لمواجهة هذه الجائحة، وبالتالي بدأنا نبحث بسرعة، وقد لم يكن لدينا الاستعداد الكافي من البنية الأساسية من التكنولوجيا والتعليم عن بعد ووسائله المختلفة لمواجهة هذه الجائحة، وبالتالي بدأنا سريعا نحاول أن نستخدم هذه التكنولوجيا. لكن في جميع الأحوال سواء بالنسبة لما فترة بداية الجائحة والوقت الحالي، وأكد لحضرتك أن لا يمكن التعليم عن بعد يغني عن الحضور فيس تو فيس أو تأثير المدرس أو أستاذ الجامعة في الطلاب، ولكن ومع ذلك استمرينا في بناء البنية الأساسية خاصة في مجال التعليم العام وفي مرحلة التعليم الثانوي، وكنا على وشك هذا العام أن نجري امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا على مستوى الجمهورية كلها، ولهذا نحن نسير في اتجاه استخدام التكنولوجيا والتعليم عن بعد ليكون أحد الوسائل والوسائط التعليمية، لكن لا يغني إطلاقا ولن يغني في يوم من الأيام سواء في الدول النامية أو الدول المتقدمة، لن يغني عن تأثير المعلم أيا كان موقع هذا المعلم سواء في المدارس أو بالنسبة للجامعات، لأن في المدرسة أو الجامعة هناك تربية وتنشئة وتثقيف وتوجيه وبناء إنسان ثم تعليم. صحيح. وبالتالي التعليم ده ممكن أعمله تكنولوجيا باستخدام الوسائط المتعددة المختلفة بشكل كبير، لكن بناء الإنسان يحتاج إلى تعليم حضوري وضم مدرس وأستاذ الجامعة في بناء هذه الشخصية. يعني بالتوازي يا أستاذ رفعت، بالتوازي يا أستاذ رفعت، يعني يسير التعليم الحضوري تمام والتعليم عن بعد أيضا. بالضبط. ولهذا استمرت الدولة المصرية بعد جائحة كورونا وبسرعة في إعداد بنية أساسية تكنولوجية متفقة تماما مع متطلبات العصر لكي نلجأ إليها وقت اللزوم وعند الضرورة، وخاصة أن جائحة كورونا مؤشراتها على مستوى العالم كله تقول أنها ستظل معنا قد يكون عدة سنوات، ولابد أن نتعايش معها، وبالتالي لابد أن نتكيف مع هذا الواقع، وأن تكون استخدام التكنولوجيا في التعليم أحد الوسائل والوسائط المؤثرة في العمليات التعليمية، وبالتكامل مع استمرار إعداد المعلم وأستاذ الجامعة لكي يقوم بدوره في بناء شخصية الطالب وتوجيهه وتثقيفه بشكل جيد. نعم أستاذ رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم ومسؤول ملف التعليم والجامعات، أنا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة. وينضم لنا الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي. دكتور محمد تحياتنا يا فندم. أهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير. يعني اليوم في منتدى التعليم العالي والبحث العلمي اللي شهده السيد رئيس عبد الفتاح السيسي، هو في خلال الكلمة التي ألقاها أشار إلى ضرورة التعاون بين مختلف الجامعات، وركز أيضا على عملية التأهيل والإعداد، ومن استراتيجية مصر في التنمية المستدامة تستهدف عملية التمكين في نقل الصناعات والخبرات والتكنولوجيات المتطورة بشكل عام. يعني كيف ترى المناخ في الجامعات المصرية مؤهل ومعد لذلك؟ أولا في البداية يعني دعني أن أقدم خالص التحية والتقدير والإجلال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي ناقش موضوع في غاية من الأهمية، مستثمرا في ذلك حديث متخصص في العالم الإسلامي أو ممثل دول العالم الإسلامية، والآخر الخاص بالكرسيرة، وقال أن التعليم حق مكتسب للجميع، وقال لهذه الدول أن يجب أن تأخذوا في الاعتبار
ما يدور عندكم من فكر هدام قد يؤثر سلبا على اتجاهات بعض الطلاب او الدارسين، ويجب ان توجهوا استثماراتكم الى التعليم والتعليم فقط، التعليم المتطور، التعليم الذي يساعد على الارتقاء في مستوى الامم، التعليم الذي يساعد على متابعه التكنولوجيا ومواكبه التقدم، لا على التعليم كما ولكن على التعليم كيفا. فهذه نقطه يعني اسلقت صدري شخصيا وناقشت يعني موضوع انا كنت دائما بفكر في هذه الجهات التي دائما يوجد لديها بعض الافكار الهدامه. احنا عايزين نواجه هذا الفكر، لا، التعليم ده حق للجميع ويجب على الجميع ان يستفاد من هذه الامكانات ومن هذه الخبرات في توجه يفضي في النهايه الى متعلم او الى خريج تعليم جيد، خريج تعليم يواكب التقدم التكنولوجي الحديث. كما ناقش سيادته ايضا نقطه مهمه جدا وقال ان الثورات التعليميه في هذه الفتره او الثورات التكنولوجيه بتتقدم ب رتم سريع جدا جدا، فاذا وقفنا في مكان لم نتقدم فاننا لن نصل او لن نواكب هذه التقدم هذا التقدم، ولكن نحن مصرين، وهذا الاصرار الكلمه لها معنى يعني بيدفع المواطن المصري واتخذ مصر كدوله او كنموذج. يجب على كل المدرسين المصريين والمدرسين والعاملين والدكاتره والباحثين المصريين يؤكدوا وياخذوا على عاتقهم الكلمه التي قالها السيد الرئيس، نحن مصرين وبتحدي ان نواكب هذا التقدم. فتحيه جلال والتقدير لي من خلال الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي ومن خلال كل الباحثين. نعم دكتور، يعني نتحدث عن عمليه التعاون ما بين الجامعات المختلفه وصولا وارتقاء بالاجيال عموما الى مستويات تعليميه تتناسب ومتطلبات هذا العصر. كيف يعني المعايير التي على اساسها يمكن احداث حاله من التعاون والتكامل بين الجامعات سواء المصريه والعربيه او المصريه والعالميه ايضا؟ مما لا شك فيه ان التعاون في مجال التعليم وتكنولوجيا التعليم والتعليم المتطور لا يخدم دولة بعينها أو لا يخدم مجتمع بعينه، ولكن يعود النفع به على المجتمع سواء كان المحلي أو العربي أو العالمي، لأن هذا التفاهم أو هذا التناسق والتنظيم والتنسيق ما بين الجامعات المتقدمة سواء كانت محلية أو عربية والجامعات المصرية وبينها وبين الطلاب سيحدث تطور كبير في مجال التكنولوجيا، وهذا التطور الكبير سيقضي على الفكر الإرهابي وسيقضي على التطرف وسيقضي على العنصرية، والكل يعمل من اجل النجاح والكل يعمل من اجل خدمة العنصر البشري والبشرية بصفة عامة. طيب دكتور، كيف ترى يعني الوسائل الممكنة للتغلب على بعض الموروثات يعني في المعتقدات لدى الكثير من الشباب، التغلب على المؤثرات المحيطة، التغلب على محاولات الاجتذاب و محاولات احداث الفتن والتفرقه بين الشباب، عوامل الجذب التي تصرف الاذهان عن عمليه التعلم والاكتساب؟ يجب ان يكون هناك تغير في الفكر نفسه. حضرتك اذا اردت ان تغير المخرجات لابد ان تغير المدخلات، لابد ان يتغير الفكر الذي يفكر به، ويمكن ده اتجاه يعني اخذ السيد الرئيس في حاجات كتير، سواء كان في تغيير الفكر القانوني، سواء تغيير الفكر الديني، سواء في تغيير الفكر الاستراتيجي نفسه بالنسبه للاشخاص. يجب ان يعلم الجميع ان التعليم حق من الحقوق التي يجب ان يتمتع بها كل الافراد على مستوى العالم. يجب ان يعلم الجميع ان نجاح اي شخص لا يؤثر على نجاح الشخص الاخر. يجب ان يكون هناك تعاون ما بين الجهات المختلفه التعليميه سواء كانت محليه او عالميه، وهذا لا ياتي الا من تغير الفكر الموجود الى فكر افضل يعمل على اساس التعاون والتكامل لا على اساس الاختلاف. دكتور، المنتدى تناول عمليه التاهيل والاعداد للشباب وضروره ان تسير عمليات التاهيل بالموازاه او بمحاذاه التعليم والاكتساب، وايضا جاهزيه المؤسسات التعليميه ربما لم تكن كافيه بالقدر الذي يتناسب مع الاهداف، يعني كيف يمكن حل هذه المعادله؟ حضرتك احنا يعني ما لا يؤخذ كله لا يترك جله او لا يترك اعلاها او لا يترك افضل شيء. النهارده لو اتكلمنا على التعليم بصفه عامه، التعليم بيحتاج امكانيات ماديه وبيحتاج امكانيات بشريه مدربه وبيحتاج امكانيات تكنولوجيه في صوره معدات ومعامل افتراضيه ومعامل المحاكاه يعني السيموليشن، ولكن قد لا يكون متوفر في مصر في هذه الفتره
هذه الامكانيات يعني. فالسيد الرئيس تحدث وقال يعني يجب ان الدول كلها تتشارك مع بعضها وخاصه دول العالم الاسلامي، وان يكون هناك تعاون في التوجيه. وفي الوقت السيد الرئيس سعى جاهدا في الفتره السابقه الخمس سنين الاخيره في انشاء مجموعه من الجامعات الاهليه والجامعات التكنولوجيه والتقنيه، اهتم بالتعليم الفني. هذه المجموعه التي تم انشائها التي تتمتع او متاح لديها التكنولوجيا الحديثه يمكنها ان تساعد او يجب عليها ان تساعد الجامعات الاخرى عن طريق تي او او تعليم المتعلم يعني، او تبادل دورات فيما بينهم، او تبادل زيارات، او تبادل الاختراعات والبراءات الاختراع، واشراك افراد الجامعات الاخرى التي لا توفر اليها هذه الامكانيات او المس الاخرى. يجعل القطاع الخاص والشركات والمصانع ان تساهم في نقل التكنولوجيا وتوطين التكنولوجيا لديها، مثل مدرسه داخل مصنع او مصنع داخل مدرسه. الاهتمام بالتعليم الفني والتقني سوف يكون له دور مهم جدا جدا في دفع العجله الاقتصاديه. الاهتمام بالبحث العلمي ده برضه السيد الرئيس وضع ليه دور مهم جدا، ودعمه دعم بصفه خاصه لوجود حلول لمشاكل قائمه او لوجود حلول لمشاكل مستقبليه قد تحدث، او لوجود حلول لافكار جديده تساعد المجتمع المحلي والعالمي لارتقاء المستوى التكنولوجي. نعم دكتور محمد، حضرتك معرض حديثك تحدثت عن الجامعات الاهليه، وبالفعل توجهت الحكومه المصريه في الفتره الاخيره لترخيص الجامعات الاهليه وفتح هذا المجال المصرعي. يعني كيف ترى حاجه هذه الجامعات الى ضخ استثمارات سواء كان على مستوى الداخل او مستوى الخارج اسهاما في تطوير عمليات التعليم والبحث العلمي؟ هو حضرتك دائما العائد التعليمي او عائد المنتج التعليمي لا يعود على البلد صاحبه الجامعه او صاحبه المقر التعليمي اللي هي موجوده فيه، ولكن يعود على العالم كله. لذلك انا يمكن يعني من موقع مسؤوليه بامانه ان الجميع يساهم، سواء كان على المستوى العربي او المستوى المحلي، يساهم الجامعات الاهليه ويساهم في التعليم بصفه عامه للارتقاء بمستواه، وليكون الخريج من هذه الجامعات يتناسب مع احتياجات العصر في مجال سوق العمل، سواء كان سوق العمل هذا محلي او عالمي. ان الاستفاده احنا عندنا حضرتك كل دوله ربنا سبحانه وتعالى يعني حباها بامكانيات طبيعيه تختلف عن الامكانيات الطبيعيه الاخرى. فاذا تواجدت مصر مثلا على سبيل المثال تواجد العنصر البشري او العامل البشري، تدريب هذا العامل البشري سيساعد الدول الاخرى التي تفتقد الى وجود عنصر بشري الى ايجاد عنصر مدرب وهل لسوق العمل عن طريق التبادل مع مصر العنصر البشري. التكنولوجيا نفسها لما يبقى في تكنولوجيا موجوده وتحقق انتاج يكفي احتياجات الشعب او حاجه زي كده، فاكيد هيكون هناك استفاده من كل شيء، سواء كان بورد التكنولوجيا او بورد العنصر البشري، لان في الاول والاخر التعليم هو قطره التقدم والبحث العلمي هو قطره التعليم. يعني دكتور، هي الثوره الصناعيه الرابعه والخامسه ايضا بنتحدث عنها الان، يعني لها فروض ومتطلبات وظيفيه جديده لم تكن، او خلق وظائف جديده ومجالات لم تكن موجوده من قبل. يعني كيف يمكن اعداد الشباب وتوجيههم وتعريفهم باهميه هذه الوظائف وتاثيرها ودورها في المستقبل، خاصه اذا لم تكن ملموسه الان على ارض الواقع؟ هو حضرتك يعني مما لا شك فيه ان تغيرات الاحتياجات المستقبليه في ظل التغير الحديث في مجال التكنولوجيا يحتاج الى خريج او منتج تعليمي نهائي، اللي هو الخريج مدرب طبقا للاحتياجات المستقبليه، طبقا للاحتياجات اللي احنا مطلوبه دلوقتي. حضرتك في الفتره اللي جايه دي مجموعه من الوظائف سوف تختفي وتحل محلها وظائف اخرى تعتمد على التكنولوجيا. النهارده حضرتك وصلنا لمرحله السوق الالكتروني والمتجر الالكتروني والطائرات السيارات الهوائيه، فاحنا يعني بنتحول من تكنولوجيا قديمه الى ثوره تعليميه وثوره صناعيه علميه جديده. فلابد ان يتم تاهيل هؤلاء الاشخاص الذين سوف يعملون في هذا المجال في كيفيه التعامل مع هذه التكنولوجيا من ناحيه، والتعامل مع كيفيه تطبيق المعدات او الالات الحديثه التي سوف تعمل بهذه التكنولوجيا، حتى يكونوا قادرين على يعني مواكبه هذا التطور، والا لن يكون لهم وجود في سوق العمل. طب دكتور، هل ترى ان اميه التعليم واميه المعرفه والثقافه هل قد تشكل تحديا في مجال البحث العلمي والتطور التكنولوجي، ام انها مع الوقت يعني نستطيع ان نقول ستتلاشى؟ لا شك في ان الفتره اللي جايه دي فتره من يعلم وليس من يملك. يعني العصور بتاعت ان انا عندي موارد طبيعيه اقدر استثمرها، لا ده اللي هي
ياخد منك هذه الموارد الطبيعيه وعليها التكنولوجيا سوف يكون هو الوقت الخاص بيه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان حضرتك الوقت اللي حضرتك بتتكلم عنه ان ممكن يكون يستغرق وقت في تقدم العالم اللي محتاج انه يتقدم وتقدم المجموعه محتاج انها تتقدم، لا اللي غيرك بيتقدم اسرع منك. النهارده احنا لو واقف سنه 21 عند النقطه 13 او 15 مثلا وغيري واقف عند 20 عشان انا اوصل له 20 سنه 25 يعني بعد اربع سنوات هو يكون وصل لنقطه 100، يبقى الفارق بيزيد ما بيني وما بينه. لذلك يجب علي ان احنا نسارع بالعكس. الدول المتقدمه بتسعى الى التقدم بنسبه مثلا 5%، احنا يجب ان ده بنسبة 7% أو أكثر من كده حتى نستطيع أن نلاحق بها أو نصل إلى مستواها على الأقل يعني. نعم دكتور، المشاركة اليوم في المنتدى يعني هي كبيرة بالفعل، لكنها بتضم ممثلين عن دول لا تزال تحت خط أو بعيدة عن خط التنمية بكثير، دول نامية، دول بالفعل هي استطاعت أن تتقدم في عمليات التنمية. هل يمكن توليف يعني تكتلات او تعاونات مشتركه ما بين هذه الدول، ام ان لكل دوله استراتيجيه ولكل دوله مسارات ومتطلبات محليه؟ انا قلت لحضرتك في البدايه ان حضرتك التكامل او الانتجريشن، التكامل ما بين هذه الدول او هذه المجتمعات لابد ان يكون على قدم الوثاق، لان في الفتره اللي جايه كل منا محتاج للاخر. اذا كانت هذه الدول التكنولوجيه لديها تكنولوجيا وتقدم في التكنولوجيا ولكن ليس لديها الايدي العامله، فهي محتاج الايدي العامله المتدربه على للعمل على هذه التكنولوجيا. النهارده حضرتك انت لو اديتني منتج او اديتني تكنولوجيا حديثه وليس لدي العامل او الموظف او الخبير الذي يستطيع اداره هذه التكنولوجيا، انا مش هشتريها منك لاني مش هقدر استخدمها. فانت من مصلحتك ان انت تشاركني معاك كدوله ناميه حتى اصل مش لاصل الى مستواك او حتى اقترب من هذا المستوى الذي يؤهلني الى استخدام هذه التكنولوجيا ومواكبه التقدم فيها، لان احنا في الاول والاخر العالم كله اصبح قريه صغيره من خلال التكنولوجيا وشبكات المعلومات وشبكه الانترنت العالميه. ده كل ده محتاج ان احنا كلنا نتكامل مع بعض من اجل ان نعيش معا او نموت معا. طيب دكتور، عودة لكلمة السيد الرئيس، دائما ما يتوجه السيد الرئيس للدول الغربية تحديدا برسائل محددة ومعينة، من شأن هذه الرسائل أن تتغير بعض السياسات الثقافية والمعرفية والعنصرية وما إلى ذلك وحقوق الإنسان كما تحدثت وذكرت حضرتك اتجاه في منظورها تجاه العالم النامي أو تجاه الدول الأخرى. هل ترى أن حضور المنتدى للممثلين عن هذه الدول لديهم القدرة على إحداث أي تغيير في استراتيجيات دولهم؟ طبعا مما لا شك فيه أن السيد الرئيس كلماته محددة وواضحة ويعلم جيدا ماذا يقول ويرسل رسائل مهمة جدا لهذه الدول، لأن هؤلاء الأشخاص الذين يحضرون هذه الدول بمجرد رجوعهم أو أثناء وجودهم بعد انتهاء الملتقى أو بعد انتهاء اللقاء بيكتبوا مضمون لما سمعوه لما وجدوه وينقلوا الحقائق حتى يتم اتخاذ القرار. فأكيد هذه المنتديات بتساعد في دعم واتخاذ القرار من ناحية الجهات الأخرى أو من ناحية البلدان التي يحضر ممثلوها، وده الهدف الأساسي من عمل هذه المؤتمرات للاستفادة من خبرات الآخرين ولإيصال رأينا أو ما نصل إليه برضه من خلال هذه المنتديات. وده فكرة كويس جدا طبعا، يعني ما كفيش رئيس قبل كده كان يقوم بهذه المنتديات ليضع الرؤى والمنظور ووجهة النظر أمام العالم كله. نعم دكتور، يعني هناك استمرار لهذا المنتدى على مدار يومين، في خلال هذه الفترة سيتم بالتأكيد يعني نقاشات وحوارات وملفات كثيرة ومتعددة، كيف ترى إمكانية تنفيذ ما يتم بحثه أو تداوله ونقاشه في مثل هذا المنتدى على أرض الواقع وفي زمن قصير لإحداث تغيير يعني؟ والله أنا أتمنى من يعني المساعدين لمتخذ القرار والموجودين والمحللين الموجودين ان يشوفوا ان يجدوا ما هي نقاط القوه ونقاط الضعف في الاستثمار الامثل للامكانيات المتاحه وتعظيم القيم المضافه للامكانيات المتاحه للوصول الى افضل نتائج من خلال المدخلات والمعطيات التي يتم دراستها ومناقشتها مع المسؤولين ومع الدول الخارجيه ومع المسؤولين سواء كانوا داخل مصر او خارج مصر لتحقيق الاستفاده لكل الجهات سواء كانت جامعات او مدارس او ابحاث او مراكز بحثيه او غيرها من هذه الابحاث للوصول الى الهدف الاساسي وهو تحقيق تكنولوجيا علميه ورفاهيه لجميع شعوب العالم.
نعم دكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي، اطلت على حضرتك وبشكر حضرتك شكر جزيل جدا على هذه المداخله والوفره المعلوماتيه. ومشاهدينا الكرام بينضم الينا الدكتور ايمن الشهاب عميد كليه الهندسه بشبرا جامعه بنها. يعني دكتور ايمن تحياتنا يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بالساده المشاهدين. يعني مجالات الهندسة والطب والعلوم والتكنولوجيا هي أحد أو على رأس قائمة المجالات المعنية بالتطور التكنولوجي، يعني كيف ترى تأهل الجامعات المصرية لمجالات البحث العلمي والتطور لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة؟ الهدف الرئيسي عموما إن من منتدى والاقتراحات العامة اللي بتتم النهاردة هو تحسين جودة التعليم. تحسين جودة التعليم دي مش هتتم غير عن طريق مواكبة التخصصات الحديثة المطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. العالم كله يتحدث عن الفجوة بين التعليم والتوظيف. الدولة الذكية هي اللي بتستطيع أن تسد تلك الفجوة وتقللها بقدر الإمكان، بما يساهم من توفير وظيفة في سوق العمل للخريجين. في النهاردة في المنتدى اللي افتتحه فخامة الرئيس كان موجود في المنتدى، تم إقامة منصة لحوار الشباب، وأهمية المنصة دي علشان تناقش عدة موضوعات مهمة منها الإرشاد الوظيفي والتدريب وبناء العلاقات وتمكين الشباب وبناء القدرات وتطوير المهارات القيادية وريادة الأعمال وكيفية التغلب على التحديات، وغيرها طبعا من المهارات الضرورية المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية. المنصة دي هتجمع حوالي 6000 شاب وفتاة موجودين في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، هيستفيدوا من بعض ويستفيدوا من تبادل الخبرات، وهيستفيدوا أيضا من التجارب المقدمة من رواد الأعمال ومديري كبرى الشركات العالمية وأصحاب الكفاءات في التخصصات المختلفة. وهيتم في نهاية المنتدى تنظيم مسابقة لعرض الابتكارات والأفكار المختلفة المقدمة من رواد الأعمال من الشباب في مختلف المجالات العلمية ممثلين عن مختلف الجامعات المصرية، وهيتم تقديم جائزة الأفضل فكرة وابتكار. دكتور يعني احنا شايفين في الفترة المقبلة هيبدأ تعدد وانتشار للجامعات الأهلية، يعني دور الجامعات الأهلية في المرحلة القادمة في إعداد الشباب وتأهلهم لمجالات البحث العلمي، كيف ترى؟ والله حضرتك تطوير التعليم عموما هيبقى مهم في الفتره اللي جايه، ان احنا يبقى احد استخدام التكنولوجيات الحديثه في هذا المجال. وطبعا اثبتت القدره التكنولوجيا الحديثه انها احداث ثوره في عمليه التدريس والتعليم والتقييم، والتكنولوجيات دي بتزيل الحواجز اللي بتواجه التعليم واللي بتفرضها المكان زمان. مفيش هناك في طبعا في الجامعات الجديدة كلها ما بقاش في ضرورة لاجتماع الطلاب في نفس المكان والوقت للتعلم. صحيح. ففي التكنولوجيا أصبحت تكنولوجيا التعليم الإلكتروني والتصحيح الإلكتروني أحد المثل والاختيارات المطرحات الموجودة حاليا والتي يتم تطبيقها في جميع الجامعات المصرية في بنسب مختلفة. وأشار معالي الدكتور دكتور خالد غفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان المشكله الاساسيه للمنظومه التعليميه في مصر هي قيامها على الحفظ والتلقين ولا تدع مجالا للابداع والابتكار والفهم والتطبيق للطلاب. طبعا الطريقه دي بنبتدي نتغلب عليها في كل مناهج جديده، سواء كان باللوائح الجديده اللي بيتم تحديثها من وقت لاخر او في الجامعات الاهليه طبعا يتم تدارك هذا الموضوع. وتسعى دائما الوزارة لتطوير التعليم العالي تطويرا شاملا بحيث تكون الجامعات دائما بمفهومها الشامل مركزا للفكر والإبداع وقاطرة للتنمية والثقافة والحضارة، علشان نشكل ثقافة الطالب سياسيا ودينيا وخلق مواطن صالح وخريج مميز صاحب مهارات يحتاجها بالفعل في العمل. نعم. طيب دكتور أيمن، كيف ترى فرص استفادة رؤساء وعمداء الجامعات والأساتذة والباحثين والمتخصصين، فرص استفادتهم من هذا المنتدى وهذا الجمع الكبير اللي حضر هذا المنتدى من مختلف دول العالم؟ والله حضرتك المنتدى بيتناول موضوعات كتيرة مهمة في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال على مستوى العالم كله،
وطبعا بيحضروا خبراء ومتخصصين من العالم، وهيبقى فرصة للتحاور والنقاش في أهم ملفات التعليم والبحث العلمي والتعليم عموما. وده هيؤدي إلى طبعا أن المنظومة التعليمية نفسها يتم طرقها بشكل مختلف، سواء كان على مستوى البحث العلمي أو الابتكار أو ريادة الأعمال أو التوظيف. نعم. وطبعا هيبقى طب أكيد من ضمن الاهتمامات هتبقى اهتمام كبير بالتعليم الطبي والهندسي، وستكون هناك مناقشات سارية في المنتدى بهذا الصدد من كل خبراء العالم. وخلال المنتدى هيتم توقيع عدد من الاتفاقيات المختلفة على هامش المنتدى، مثلا اتفاقات دولية بين جامعات وبعضها، واتفاقات دولية بين دول وبعضها في مجالات كتيرة في التعليم والبحث العلمي والفضاء وغيره. وهيبقى فيه جزء مهم لتنمية المهارات والارتقاء بها، وده طبعا مش لن نغفل التعليم التكنولوجي وأهميته واحتياجاته والعمل ليه في المستوى المحلي والإقليمي والدولي في الفترة القادمة، بجانب الطرق إلى طبعا أن مصر بتحسن من تصنيفها العالمي في الجامعات عموما، وبنحاول أن احنا نعمل نوع من أنواع انتهز هذه الفرصة لأن احنا نعمل تسويق للدراسة داخل جمهورية مصر العربية، خاصة أنها بتساعد على تنمية السياحة التعليمية، وده بيؤدي طبعا زيادة موارد مصر من العملة الأجنبية. طيب دكتور، يعني بالتأكيد يعني كلية هندسة أحد الكليات وعلى رأس الكليات المعنية بعمليات التطوير والبحث العلمي، لأي مدى ترى استجابة سواء الأساتذة والمحاضرين لمتطلبات المرحلة القادمة موروث علمي وثقافي وثوابت، واستجابة الطلاب أيضا لمختلف التخصصات الجديدة التي ظهرت على الساحة العالمية؟ والله الموضوع بتاع تطوير التعليم في المجالات المختلفة هو ماشي بخطة حديثة وثابتة، والجزء بتاع جودة التعليم والاشتراطات العامة المحطوطة من هيئة ضمان الجودة بتؤدي الى جو تعليم جيد وخريج متميز بيواكب سوق العمل، وده بنلاقيه دايما في اولادنا اللي بيخرجوا في سوق العمل سواء في مصر او خارج مصر من كل الستيك هولدرز اللي موجودين، واشادتهم بمستوى الطالب اللي طالع والخريج اللي طالع. ونحاول ان احنا دايما نبقى على تواصل مستمر مع سوق العمل علشان نشوف احتياجاته ونحدث المناهج العلميه طبقا للمتغيرات الحديثه اللي بتحصل في الوقت الحالي، لان طبعا متطلبات سوق العمل بتختلف من وقت للاخر واحتياجاته بتتغير طبقا للثورات الصناعيه اللي بتطلع في الفتره الاخيره، الثوره الرابعه وبعديها الثوره الخامسه. فاكيد الاحتياجات بتاعه سوق العمل في هذا المجال علشان تواكب هذا التغير بتبقى محتاجه اشتراطات معينه، بتحتاج مننا تجهيز للطالب الخريج اللي طالع من عندنا ان هو يبقى جاهز علشان ينضم لهذه المنظومة مباشرة. يعني دكتور، حضور السيد رئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المنتدى هو دلالة وتأكيد على توجه الإدارة والقيادة السياسية للاهتمام بالتعليم والارتقاء به. يعني من وجهة نظر حضرتك إلى أي مدى تشكل التحديات سواء العالمية أو حتى على مستوى جائحة كورونا ومتحوراتها التي تظهر عائقا في سبيل تطوير التعليم العالي والبحث العلمي بشكل عام؟ طيب خلينا اقول لحضرتك ان السؤال حضرتك هقسمه لجزئين. طبعا المنتدى في وجوده في مصر وحضور فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المؤتمر وافتتاحه ليه، ده بيولي اهميه كبرى لهذا الموضوع وهذا الملف، وده بيؤكد لينا دايما توجه فخامته في هذا الموضوع. وان طبعا هو المؤتمر السنه دي ان مصر فيه اصبحت رئيس المؤتمر العام لمنظمه اليونسكو لمده 4 سنوات قادمه، والامر طبعا ذو اهميه كبيره. وده طبعا احنا مصر في الفتره الاخيره بتستعيد دورها الريادي على مستوى الاقليمي والعالمي، صحيح، سواء في الثقافه او التعليم او الاثار. وطبعا الحدث ده هيكون بمثابه رساله للعالم اجمع باهميه العاصمه الجديده والتنمية الكبرى والبناء والتشييد اللي حصل في ظل توجيه فخامة رئيس جمهورية. وطبعا ده بيبقى البداية بتاعة نقل دواوين الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، الجمهورية الجديدة يعني بشكل عام. طبعا الجمهورية الجديدة دكتور يعني بشكل عام اللي انتقالت. نعم
بالظبط بالظبط. وطبعا احنا بالنسبه للجزء الثاني من سؤال سعادتك ان هو بالنسبه للكوفيد، ان طبعا اغلب الدول اتاثرت بالكوفيد في الفتره اللي فاتت، وان احنا وجود المؤتمر في هذا الوقت في مصر ووجود عدد لا يستهان به من الدول والوراء ممهلين لدولهم، ده طبعا يؤكد ان بيبعث رساله اطمئنان للعالم كله بان مصر امنه ومستقره والوضع الوبائي فيها مستقر لابعد الحدود. وخلال العامين الماضيين مثلا كانت بعض الدول بتغلق منافذ الدخول وتشهد تراجعا بسبب الوضع الوبائي، ومصر كانت بتتقدم في المشروعات في الفتره اللي فاتت وانجازها، ورئيسها بيعمل بالشكل المعتاد، وهناك دايما كان افتتاحات لمشروعات عديده في مختلف القطاعات وتنفيذ الخطه الاستراتيجيه للدوله بخطى ثابته. نعم. فكل ده بيبعث رساله اطمئنان للعالم ان مصر قادمه بقوه في الساحه العالميه ان شاء الله. نعم. دكتور ايمن الشهابي عميد كليه الهندسه هندسه شبرا بجامعه بنها، انا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخله. ومشاهدينا بينضم الينا على الهاتف استاذ اشرف العشري مدير تحرير الاهرام. استاذ اشرف تحياتنا يا فندم. اهلا مساء الخير يا فندم. يعني ما الذي قراته من رسائل في كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء على المستوى الداخلي او الموجهه الى الخارج؟ اعتقد انك مجموعه من الرسائل بلغت الاهميه وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المجتمع المصري والمجتمع الاسلامي والعربي والدولي. اعتقد اهم الرسائل ان مصر الان في مطور جديد من حيث اعداد الجامعات المصريه تتواكب مع البحث العلمي على المستوى الدولي من خلال مجموعه من الجامعات، وايضا مجموعه من الامكانيات لعبت دورا كبيرا في تغيير المعادله نحو توفير جامعات عصريه تكنولوجيه حديثه تلعب دورا كبيرا في استحقاق التنمية الشاملة وأيضا التنمية الكبرى في المرحلة القادمة في مصر، وأن مصر تعدت بكثير من التحديات لمواجهة ما يعرف بإعادة بناء الدولة الكبرى أي الجمهورية الجديدة في المرحلة القادمة. أعتقد المعرض الذي سبق افتتاح الندوات أو الندوة أو المؤتمر اليوم خلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع على كثير من نجاحات الجامعات المصرية الأهلية وأيضا الجامعات الحكومية يبشر أننا وضعنا الأقدام على الطريق الصحيح نحو بناء دولة عصرية في مجال التعليم الجيد حتى التعليم الجامعي والتكنولوجي، باعتبار انه سوف يلعب دورا كبيرا في اعادة بناء ضوابط الدولة العلمية على المستوى العلمي والثقافي في المرحلة القادمة من خلال تخريج اجيال تتمتع بقدرة عالية من مؤهلات واعادة بنية وهيكلة هؤلاء لسوق العمل في المرحلة القادمة، بما اننا نستعد لمواجهة دولة بناء دولة كبرى وعصرية في المرحلة القادمة. أعتقد ما وصل إليه من حجم التكنولوجيا والجامعات العصرية وما سيتم افتتاحه في العام القادم على سبيل المثال 6 جامعات جديدة تكنولوجية، أعتقد أن هذا رقم إيجابي للغاية يضع أو يشير إلى أننا لدينا رغبة في مواكبة التطورات العلمية عبر هذه الجامعات والمعاهد البحثية بكثير من التأصيل العلمي والبحث والتكنولوجي في المرحلة القادمة حتى نستطيع توفير نخب علمية تعليمية جديدة يتطلبها السوق العالمي في المرحلة القادمة، بالإضافة إلى التحدي الآخر وهو اللي أعلن عنه الرئيس خلال مشاركته وكلمته في جلسة الافتتاحية خلال ورشة العام الأولى فيما يتعلق بأن الدولة تواجه التحدي الخاص بإعادة توفير استحقاقات التعليم الجيد في المرحلة القادمة للمواطن المصري، وأنها على استعداد لنقل هذه التجربة والخبرة وتوفير اللوجستيات الخاصة لمساعدة الدول النامية في المرحلة القادمة لتوفير وتأصيل التعليم الجيد في تلك المجتمعات في المرحلة القادمة والأخذ بيدها نحو تعليم جيد بناء على تكرار التجربة المصرية وما تم فيها من نجاحات وما سيتم في السنوات القليلة القادمة أيضا من خطة استراتيجية وضعتها الدولة في هذا الإطار، وأعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح. الدعوة الثالثة هو ضرورة مكافحة الفكر المتطرف لنشجع على الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجتمع الدولي للدول النامية وحتى للعالم العربي والعالم الإسلامي، وهذه الدعوة تطبيقها يحتاج لان تتوافر بنيه تعليميه جيده وايجابيه وجيده للغايه تلعب دور كبير في تغيير الذهنيات والعقليات العربيه والاسلاميه والافريقيه وعلى المستوى الدولي حتى يستطيع المجتمع الدولي لديه بوتقه من التعاطي الايجابيه مع مكافحه الارهاب والفكر المتطرف الذي لعب دورا سيئا في احداث نوع من الهزات والخضات في كثير من دول العالم العربي وقضى على ما يعرف السياده الوطنيه
كثير من بعض الدول العربيه تعرض الثورات الربيع العربي، لكن لديها مآلات ونهايات حزينه ادت الى عمليه تخريب ممنهج للسياده الوطنيه وايضا الحياه في مجتمعات عربيه للاسف الشديد. وبالتالي التعليم الجيد وايضا مجادله فكره المتطرف يسيران بالتوازي مع اعاده بناء الفهم المصري والعربي في المنطقه ويعيد بناء هيكله وفكر العقليه الذهنيه الجماعيه للمواطنين نحو التماهي مع العصريه ومع حياه التكنولوجيا في الجامعات العالميه من خلال هذا التعليم الجيد الذي يمر استحقاقات في نجاح الخلق وتنشئه وبنيان مواطن وانسان مصري عربي واقليمي يستطيع من خلاله ان يتواجد مع متغيرات العصر بكثير من الاريحيه وعلى ركائز اذن ثابته في المرحله القادمه. استاذ اشرف، يعني انعقاد هذا مثل هذا المنتدى في مصر معناه وهو يعني مستنتج من مواقف كثيره ومتعدده، ولكن هذا المنتدى ايضا يؤكد ان مصر اصبحت محط انظار العالم. عن الداخل يعني بالفعل الحكومه المصريه والقياده السياسيه استطاعت في بضعه سنوات قليله يعني بناء بنى تحتيه متعدده في مختلف المجالات ووضع استراتيجيات متطوره للتعليم سواء التعليم الاساسي او التعليم الجامعي ومجالات البحث العلمي. كيف ترى دور المؤسسات المحليه والداخليه والقطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم سياسات الدوله لتحقيق اهداف التطور العلمي والتكنولوجي؟ لا، انا اتفق ان ما طرحه الرئيس تعهد به بانه في المرحله ستتعهد امام البرلمان امام المواطن المصري التجديد لفتره ثانيه، انه سيتعهد اعاده بناء الانسان المصري من خلال منظومه سياسيه التعليم والثقافه والصحه. اعتقد انه في العامين الماضيين تحديدا وجدنا فارق شاسع في توفير استراتيجيات عملاقه تلعب دورا كبيرا في اعاده بناء الانسان المصري. مجمل المشروعات والاستراتيجيات الأرض الواقع الافتتاحات اليومية والأسبوعية والشيء التي نشاهدها ونطالعها وأيضا نتعرف عليها عن قرب أدت إلى تغيير العقلية والذهنية المصرية، أن هذه الدولة وهذا الوطن أصبح لديه درجة كبيرة من المرور إلى أو العبور إلى المستقبل بكثير من التفكير والآليات العصرية التي من خلالها نستطيع بناء الدولة على المستوى التعليم من التعليم الابتدائي حتى التعليم الثانوي استراتيجية شاملة وموسعة وعلى استفادة نقاشات طويلة مجتمعية عبر مؤسسات المجتمع المدني وعبر كثير من المراكز البحثية بإضافة لوزارة التعليم العام. ثم كانت الخطوة الثانية في التعليم الجامعي الذي نشاهد اليوم عرس من النجاحات خلال المعرض الذي تم افتتاحه أو على الأقل افتقاده الرئيس قبل بدء جلسات المؤتمر. أعتقد أن ما شاهدناه من صورة وما تم التوافق عليه والتوصل إليه من الثقة التكنولوجية في الإبداع والتكنولوجيا العصرية يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح وأن لدينا رغبة في إحداث النقلة النوعية بإقليم مصر إلى سماء الدول الرائدة في إقليم الشرق الأوسط من خلال توفير معادلة التعليم والثقافة، وهذا الأمر سيؤدي إلى إعادة بناء وإحياء وإعادة هيكلية وذهنية المواطن والشاب المصري المقام الأول الذي من خلاله يستطيع أن ينخرط في سوق العمل وفي إعادة بناء الدولة عبر أفكار وابتكارات وفي نفس الوقت يتوازى ويتماشى مع الابتكارات وأيضا العصرية الدولية التي من خلالها تعيد الدول بناء اسسها وركائزها لتحقيق قفزات في مجال التصنيع والاقتصاديات الدول الكبرى. واعتقد لدينا مجالات عديده في هذا الشان بجانب اهتمام الدوله ايضا بجانب التعليم التكنولوجي باعاده احياء التعليم الفني ومساهمه القطاع الخاص والمؤسسات الدوليه والاهليه لضروره اتاحه الفرصه امام توفير هذا التعليم في المرحله القادمه، لاننا مقبلين على مراحل جديده من التطور واقتصاديات التصنيع ستلعب دورا كبيرا في تغيير نمط الحياه الاقتصاديه والصناعيه في المرحله القادمه. طيب استاذ اشرف، خلينا نتكلم على عمليه الاعداد والتدريب والتاهيل اللي لابد انها تتواكب بالفعل مع التطورات العالميه وتطورات سوق العمل ومتطلبات الوظائف. دور المجتمع المدني في هذا الامر على المستوى الداخلي، دور الجامعات الاهليه الجديده والجامعات التي ستفتتح والجامعات القائمه بالفعل، دور التحالفات والتبادلات في الرؤى والتعاون بين مختلف الجامعات العربيه والاقليميه بشكل عام. انا ارى ان الدوله وضعت البذره الاولى لنمو وايضا اعرفها كانت كل هذه الرغبات والمطالب التي تحدثت عنها، وبالتالي هناك استعدادات وهناك كثير من اموال وايضا المساعدات اللوجستيه في هذا الشان لتطوير هذا المجال، واخذت الدوله شوطا كبيرا فيه طيله العامين او ثلاث الاعوام الماضيه. وبالتالي فتحت المجال امام مشاركه القطاع الخاص والقطاع ايضا
الاهلي والمؤسسات المجتمع المدني بتلعب دورا كبيرا من خلال المشاركه بمجموعه من الافكار النيره التي من خلالها تتطعم امالك انماط متعدده لتسيير طاقه متوازيه مع الدوله نحو تفعيل ما يعرف بالذهاب الى العصريه والحياه الابتكاريه من خلال مجموعه من المشروعات العملاقه واتاحه الفرصه من خلال تشريعات جديده في السنوات او في العامين الماضيين لهؤلاء حتى يتاح لهم الفرصه للمشاركه المجتمعيه لاعاده تحقيق مبدا المواطنه اولا وفي نفس الوقت ايضا تحسين جوده الحياه. وهذا التحسين لن يتاتى الا من خلال تعليم جيد، التعليم هو المكسب الاول، هو الركيزه الاساسيه، هو المحصله النهائيه لولاده دوله عصريه وانسان مصري يتمتع عبر التنشئه العلميه والتربويه وحتى السياسيه بامكانيه خوض معارك ومواجهه كثير من المواجهات والتحديات التي تواجهها اي دوله في العالم. عندما تضع هذه الشروط وهذه الاسس وهذه الرقائق بكثير من الحرفيه وكثير من الابتكارات والعصريه اعتقد ان هذا سيولد تلقائيا توفير استحقاقات لتربيه وتنشئه وتعليم جيد يعيد وينشر كثير من نتائجه على كافه ربوع الوطن وفي كافه المجالات ويتيح الفرصه امام المشاركه سواء امام الدوله او حتى المؤسسات والمجتمعات التي لديها رغبه في المشاركه بالهمه في هذه النجاحات حتى نستطيع ان نغير صوره الحياه في مصر بالتعليم والتنشئه حتى نضع اقدامنا على طريق الذهاب الى دوله الجمهوريه الجديده بكثير من النجاحات في هذا الشان. وهذا امر اعتقد الجميع يلمس ويعيش به ويشعر به حاليا من حيث استحقاقات النجاح في المرحله القادمه. نعم وصلت الرساله استاذ اشرف العشري مدير تحرير ارام. انا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخله والتعليق. ومشاهدينا الكرام بينضم الينا من العاصمة الإدارية الجديدة مقر انعقاد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي مراسلنا محمود إسماعيل. يعني محمود، يعني كيف تابعت فعاليات اليوم في المنتدى وكواليس المنتدى ومختلف الوفود؟ نعم محمد، بعد التحية، منذ قليل انتهت الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في نسخته الثانية برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا المنتدى الذي تحتضنه العاصمة الإدارية الجديدة يحظى بمشاركة واسعة من مختلف الجامعات الدولية والعالمية، حيث شارك في هذا المنتدى جامعات عالمية، جامعة جورج واشنطن، جامعة أريزونا، فيرجينيا، الكلية الملكية للجراحين ببريطانيا، وعدد آخر من الجامعات من إيطاليا وألمانيا وكندا، إلى جانب العديد من المنظمات الدولية مثل منظمة اليونسكو وكذلك البنك الدولي ومنظمة الإسيسكو كذلك. وهنا أود الإشارة إلى أن العاصمة الإدارية تحتضن حدثين مهمين للغاية. الأول الذي نتحدث عنه هو المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في نسخته الثانية، وكذلك يشهد هذا اليوم انطلاق الأعمال المؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو التي تشارك كذلك في أعمال هذا المنتدى. صبيحة هذا اليوم وفور حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني تفقد معرض أقامته وزارة التعليم العالي على هامش المنتدى، يضم الشركات العديد من الجامعات الدولية والمحلية الخاصة وكذلك الحكومية إلى جانب الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا المعرض قبل حضور الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي. محمد، بطبيعة الحال هذا المنتدى العالمي سيستمر على مدى 3 أيام، يشهد العديد من الجلسات والمناقشات وورش العمل التي يشارك فيها. نعم محمود، يبدو أن التواصل انقطع من المصدر. كان معنا على لواء مباشرة من مقر انعقاد منتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي موفد قناة النيل الزميل محمود إسماعيل. مشاهدينا الكرام، كما أوضح مراسلنا أن هذا المنتدى مستمر ومنعقد لمدة 3 أيام، ومتابعتنا على شاشة نيل الأخبار متواصلة لهذا المنتدى، فابقوا معنا وإلى اللقاء.